طاجن البطاطس بتاعي. بالاول حاجه طاجن البطاطس، بجيب البطاطس اللي هقليها واعمل لها صوص بالظبط زي البولونيز، وعندي جبنه موتزاريلا. فاول حاجه بحط معلقتين من السمنه على النار، واقول بسم الله الرحمن الرحيم، اقدحوا زي ما انت شايفه كده عشان اعمل طاجن البطاطس بتاعي. بعد ما قدحت السمنه عندي كويس، احط لها ثلاث بصلات رفيعين عشان اعمل الصوص. وفي الاثناء دي على ما يدبل البطاطس بتاعتي، البصل بتاعي، اجيب البطاطس اللي في الفريزر عشان اقليها. البطاطس دي عملتها ازاي؟ جبت بطاطس قشرتها وقطعتها اصابع ونقعتها في ميه بملح ونشفتها واديتها صدمه في زيت سخن من 1 لـ10 وسبتها تبرد، وبعدين لميتها حطيتها في اكياس. تعالوا نحمرها على ما اعمل الصوص بتاع البطاطس. مع بعض كده تعالوا نحمرها على ما اعمل الصوص بتاع البطاطس، وعودي نفسك طلعيها متجمده، نزليها جوه زيت سخن غزير. هنسويها قد ايه يا عم حسن؟ 75% 80% عشان لسه هندخلها الفرن. يا تريكاتك يا عم حسن. ارجع تاني للصوص، يبقى انا حطيت البطاطس تستوي، وادي الصوص بتاعي، حطيت الماده الدهنيه وادبل البصل فيه كويس قوي. بعد كده احط له معلقه من الثوم المفروم وادبلها كويس قوي. بعد ما ريحه الثوم طلعت عليا مع البصل الطري في الماده الدهنيه، بجيب ربع كيلو من اللحمه المفرومه، قطعتك كده قدامك اهو، وعصجها كويس قبل ما احط لها الصلصه وعصير الطماطم والشوربه والملح والفلفل والبهار والسكر. والبطاطس عندي، يبقى انا بعمل لها صوص وهقلبهم مع بعض كلهم على ما تبدا تستوي عندي البطاطس، الاصابع او اي نوع من انواع البطاطس زي ما انت عايز. وفي نفس الوقت فرنك تكون ظابطه على درجه حراره 200 عشان هنسويها في الفرن 25 دقيقه. بعد ما عصقت كويس قدامك اهو كل تفاصيلك، اللحمه العصاج، وامبارح عملنا الفري نوار البلانش الاسود والفري نوار الابيض والفري نوار نوار اللي هو الاسود مع بعضه بتركات وحركات شيف حسن كررنا. وبعد نعمل اول حاجه طاجن بطاطس. تعال احط لها معلقتين صلصه وكوبايتين ونص من عصير الطماطم المركز ده كده، وياخدوا ويدوا مع بعض مع اللحمه العصاج والبصل والثوم والماده الدهنيه. وفي الاثناء دي بقى كده تعالى تبلها يا عم حسني، عندي شويه ملح وشويه فلفل وشويه بهار، والتركه الحلوه بتاعت المعادله معلقه صغيره سكر، وكل ده مع بعضه عشان تبقى مخرزه وزي الفل عندي زي حبيبات الخرز. احط لها كوبايه من شوربه اللحمه او ميه سخنه بتغلي، واسيبها تقصر يا حسني مع بعض على النار، وابص على البطاطس بتاعتي اشوفها عامله ازاي ومجهز لها طاجن حاجه واسعه زي ما انت شايف كده. سيبها اقفل عليها وساندي كيس جبنه موتزاريلا وشويه جبنه رومي قديمه تدينا طعم زي ما انت شايف كده قدام، والطاجن قدامك. اتاكد ان اللحمه اتبخر منها السائل كويس، لان عامل زي صوص البولونيز بالظبط، لازم يكون كل السائل اللي انا حطيته ده اتبخر كويس، والبطاطس تكون استوت 80% وبقت ذهبي كده عشان هقلبهم مع بعض الصوص مع البطاطس. وبعد كده هرش عليها الجبنه الموتزاريلا واطعمها بجبنه رومي قديمه او بارميزان. يا تريكاتك يا عم حسن. وفي نفس الوقت حطيت ميه سخنه بتغلي على النار فيها ملح، حطيت فيها الفاصوليا الخضراء اللي هعمل بيها السلطه لما نيجي نوصل ونشوف الصوص بتاعنا. وعلى اهم حاجه تديها صدمه ميه بتلجي جنبها على طول بعد ما يعدي عليها 10 دقائق في ميه سخنه بتغلي فيها ملح. يا جمالك يا عم حسن. كده جاهز البطاطس عندي، مش محتاجه اكتر من كده. احطها على منشف مطبخ عشان الماده الدهنيه تمتصها، وافصل الحراره بتاعتي، واخد البطاطس بتاعتي دي احطها في اناء واسع عشان اعرف اقلبها كويس يا ام حسن. قدامك اهي يا جماله، والصوص بتاعي بيقصر
زي ما انت شايفه، وتتبيلته ملح وفلفل وبهار فقط لا غير، وشويه سكر عشان اعمل المعادله بتاع السويت اند ساور. بعد ما اتاكدت ان بقى عندي حبيبات خرز بسبب السائل عشان اتبخر معايا، اروح جاي يا عم حسني واخد الخليط ده كله ضيفاه على البطاطس، واسيب البطاطس تشرب منه شويه. بعد ما يبقى استوى كده عندك زي ما انت شايف كده يا حسني يا جماعه، تعالى بقى كده اهو حطه على البطاطس كلها وتسيبها تشرب شويه. بعد كده قلبهم مع بعض بالشكل ده كده، وشربت البطاطس من الصوص بتاع صوص البولونيز بتاع الجميل ده كده، اروح جاي يا عم حسني حطهم في البايركس اللي انا هدخله الفرن، ووزع الصوص في كل حته عشان السائل يبقى في كل حته فيها. نبدا نحط الجبنه الموتزاريلا عليه في كل حته كده بعد ما شرب الصوص كويس، والبطاطس عشان كده احنا مسويينها 75% 80% عشان تشرب الصوص تبقى طريه تشرب الصوص. وبعد كده اطعمها بجبنه موتزاريلا بجبنه رومي قديمه او شويه جبنه بارميزان لو عندك جبنه بارميزان، لكن الجبنه البارميزان غاليه دلوقتي، استعملي جبنه رومي قديمه. يا تريكاتك يا عم حسني، زي ما انت شايف التفاصيل اهوت يا عم حسني. يبقى احنا عملنا ايه؟ حمرنا البطاطس وبعد كده عملنا لها صوص بولونيز عباره عن سمنه، بصل، ثوم، لحمه مفرومه، وبعد كده صلصه طماطم، وبعد كده عصير طماطم وشوربه وملح وفلفل وبهار وسكر، وسيبناه على النار لما بقى حبوب عامله زي الخرز. وبعد كده حطيناه على البطاطس المستويه 80% 75% عشان تبقى طريه تشرب الصوص، وسبته لما هدي. بعد ما هدي كده زي ما انت شايف يا عم حسني رشيت عليه الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده هرش عليه جبنه رومي قديمه او جبنه بارميزان زي ما انت عايزه. تعالى بقى طعمها بشويه جبنه رومي. تعالى دخله الفرن على درجه حراره 200 لمده 25 دقيقه. ده تركاتك يا عم حسن.